يقول الله تعالى في سورة آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ويقول تعالى في آية أخرى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فما معنى هاتين الآيتين، وكيف نوفق بينهما؟ وهل معنى الأولى أن هناك ذنوبا لا تقبل التوبة من فاعليها مهما حاولوا، أم أن إحداهما ناسخة للأخرى، أم كيف ذلك؟ لا تعارض بين الآيتين الكريمتين، لأن الآية الأولى محمولة على المرتد الذي لم يتب. نعم، لم يتب ومات على ردته، إن الذين كفروا ثم بعد إيمانهم، بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني لم يتوبوا وإنما استمروا على كفرهم إلى أن ماتوا، فهؤلاء لن تقبل توبتهم لو تابوا عند الموت. قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحاصل أن الآية الأولى هي في من ارتد عن الدين واستمر على ردته ولم يتب إلا عند الموت عند الغرغرة، كما في الحديث إن التوبة تقبل ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة، حينئذ لا تقبل منه توبة. وأما الآية الأخرى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فهذه في الذي يتوب قبل حضور الموت، فإن الله جل وعلا يتوب عليه، وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين الآيتين الكريمتين. بالنسبة للذنوب، هل هناك شيء أو هناك ذنب لا تقبل التوبة من فاعله؟ الصحيح أنه ليس هناك ذنب لا تقبل التوبة من فاعله، فإن الله جل وعلا يقبل توبة الكافر إذا تاب. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والمشرك إذا تاب، مع أن الشرك هو أعظم الذنوب، إذا تاب منه تاب الله عليه، فليس هناك على الصحيح من قول العلماء ذنب لا تقبل منه التوبة. نعم نعم أحسن الله إليكم.